كلمة لحضرتك لحث الموضوع عن نزول المشاركة وأخبار المشاركة إيه النهاردة؟ أخبار المشاركة النهاردة كويسة، نسبتها أعلى شوية من امبارح، عشان طبعا النهاردة في موظفين وفي فترات الوحدات والإدارات الموظفين موجودين. بنقول للناس صوتك ده حق دستوري ليك، لازم تنزل ولازم تشارك، كمان لازم يبقى فيه إيجابية، انزل وشارك بأي حاجة انت عايزها، تقول رأيك بأي طريقة، المهم بس ان احنا كلنا نبقى في مشاركة ونتفاعل مع الوقت. الملاحظ ان نسبة المشاركة اكتر في السيدات، توجه لهم كلمة بيه؟ طبعا هي المرأة طول عمرها ايجابية اكتر، طبعا كلها متشكرين، وده اللي احنا متعودينه منها من زمان، وهي بتثبت لنا دلوقتي ان هي قد المسؤولية وان هي بتتفاعل فعلا مع قضايا وطنها. شكرا. هل هي السيدات؟ لا، هي رجالة.